لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدث وخد يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده احنا عندنا حلقه مهمه من داخل منطقه المغرى، ودي واحده من اهم مناطق مشروع استصلاح واستزراع الواحد ونص مليون فدان اللي بتنفذها شركه الريف المصري الجديد. هذه المنطقه شهدت انشاء بنيه اساسيه جباره وابرزها الطرق والخدمات، ولكن المزارعون في هذه المناطق في مساحات تقترب من 280 ألف فدان يعانون أشد المعاناة من المياه المالحة. المياه تخرج من الآبار في درجة ملوحة 3000 إلى 11000 جزء في المليون. إذن منطقة المغرة لا تصلح للزراعة النباتية العادية، يعني ما ينفعش نزرع فيها اللي بنزرعه في قلب الدلتا، ولكن تصلح لمجموعة من الأعلاف التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة وستكون بارعة في حالة تربية إنتاج حيواني سواء تسمين أو حلاب في هذه المنطقة. كمان هيجود فيها مزارع الأسماك والجمبري وخاصة الأسماك المرتفعة القيمة اللي هي الأسماك البحرية القاروص والدنيس والتعابين وخلافه. ولكن ما زال الأمل يحدو الكثير من المزارعين في المغرى إلى وصول المياه العذبة إلى منطقة المغرى لإحياء 280 ألف فدان. قلنا قبل كده أن المياه العذبة إذا لم تصل إلى منطقة المغرى سيهجرها كثير من المزارعين، وخصوصا المزارعين القادمين من قلب الدلتا. النهاردة في المغرى هنشوف نماذج لجدعان بيحفروا في الصخر بمعنى الكلمة، عملوا اللي عليهم ولكن المياه المالحة التغلب عليها بالغ الصعوبة. خليكم معانا عشان نشوف تجارب حاولت التغلب على قسوة مياه المغرى. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يشهد في منطقة المغرى التابعة لمشروع استصلاح واستزراع الواحد ونصف مليون فدان أول مشروع للإنتاج الحيواني، حيث أنشأه المزارع ياسر دياب على مساحة 50 فدان وزرع الشعير والبنيكام كأعلاف لثروته الحيوانية. فريق الجدعان يكشف معاناة مزارع الزيتون في المغرة من ارتفاع ملوحة مياه الآبار الجوفية، حيث تصل في أرض المهندس ضياء مرعي الذي يزرع 2000 فدان إلى 7000 جزء في المليون، والمزارع علاء الصاوي يعاني تقزم الأشجار، ومحمود فوزي لم يزرع سوى 100 فدان. فريق الجدعان يرصد افتتاح الوحدة الصحية الأولى بالمغرة في منطقة الخدمات بعمق الصحراء الغربية، والتي تضم نقطة شرطة وفرع للبنك الزراعي المصري ومكتب للإرشاد الزراعي ومبنى لشركة الريف المصري الجديد، كما يلتقي محمود العسقلاني أمين عام جمعية مزارعي المغرى. تشاهدون الآن فريق الجدعان يشهد في منطقة المغرى التابعة لمشروع استصلاح واستزراع الواحد ونصف مليون فدان أول مشروع للإنتاج الحيواني، حيث أنشأه المزارع ياسر دياب على مساحة 50 فدان وزرع الشعير والبنيكام كأعلاف لثروته الحيوانية. المغرى أو المغارة أو اللمغرة كلها أسماء للمنطقة اللي بنزورها دلوقتي عشان نقيم مشروع الواحد ونص مليون فدان في قلب الصحراء الغربية، وتحديدا جنوب شرق منخفض القطارة. 280 ألف فدان بيتوسطها شريان حياة جديد بطول 60 كيلومتر تقريبا، وبيتفرع منه طرق داخلية بإجمالي 500 كيلومتر،
تخيلوا بقى من سنة واحدة الطريق اللي قطعناه في نص ساعة كنا بناخده في المدقات والكسبان الرملية على مدى 4 ساعات كاملين. النهاردة الطريق غير وجه المغرى وبقى الوصول لقطع الأراضي تقريبا في غمضة عين، وكمان المنطقة الخدمية اللي فيها مركز إرشاد زراعي تابع لقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة وفرع للبنك الزراعي المصري وورش ومحلات ومبنى بيجهزوه للميكنة الزراعية ووحدة صحية متكاملة بسيارات إسعاف ونقطة شرطة. كل ده بقى موجود في قلب المغرى. باختصار شركة الريف المصري المسؤولة عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان عملت ما لا يعمل في البنية الأساسية لمنطقة المغرى ويسرت إجراءات تملك الأراضي للشركات المساهمة والأفراد، والسداد وصل ل 14 سنة، لكن أزمة المشروع إن المياه الجوفية في المنطقة ملوحتها مرتفعة بتبدأ من 3000 جزء في المليون لغاية 11 و12 ألف جزء في المليون، يعني أي محصول يتزرع الملوحة بتاكله. أما الحديد المنتشر في المية فبيسد النقطات ويدمر خطوط الري الحديث. جدعان المشروع من المزارعين عايزين مية حلوة تنفع للزراعة، بعدها ممكن نحاسبهم على زراعة 280 ألف فدان هي إجمالي مساحة مشروع 1.5 مليون فدان في منطقة المغرى. رحنا المغرى وقابلنا عدد كبير من أصحاب الأراضي، ودلوقتي هننقل لحضراتكم تجاربهم في الزراعة بالمياه المالحة، والبداية من ياسر دياب، هو صاحب مزرعة للإنتاج الحيواني والزراعي وتحديدا زراعة الأعلاف، ومساحة مزرعته حوالي 50 فدان في قلب المغرى. مهندس ياسر دياب، حضرتك من المنوفية شبين الكوم، صح كده؟ ان شاء الله. بتزرع هنا 50 فدان وعامل مشروع تسمين حلو قوي. تمام. عايز حكايتك مع المغرى. والله احنا بدأنا من الأرض ان الموضوع اللي نساهم في موضوع مع الدولة في الموضوع الثروة الحيوانية، وبدأنا في الاستصلاح الزراعي. انت عرفت المغرى منين؟ اشمعنى المغرى وانت من المنوفية؟ من المنوفية ده عن صديق معنا في الشغل برضه. فقال لنا الاستصلاح في الاراضي، طبعا الارض طبعا السعر بتاعها في الاول رمزي، بس بتحتاج منك جهد وشغل ومصاريف وبتديك قدام، كل ما بتديها هي هتديك. خدتها على كام الارض هنا اصلا وضع يد؟ ده تقريبا بنتكلم في اكتر من 10 سنين. كان وضع اليد كام بقى ساعتها؟ كان بنتكلم في حوالي 50 فدان، كان تقريبا 250 الف جنيه. النهارده ما شاء الله طبعا مع اللي انا عملناه والشغل اللي اتعمل فيها جامد ما شاء الله معديه طبعا. عامل فيها انجاز يعني، من حته محطات الميه، مشروع التسميم، من العنابر. طبعا كانت ارض زي ما انت شايف صحرا في الاول خالص طبعا، عشان تتغير محتاج شغل كتير ومصاريف كتير طبعا. بدات ازاي بقى الشغل هنا؟ عملت دراسه جدوى؟ عملنا دراسه جدوى. عندنا تحدي كبير قوي الميه، بالميه عدينا الميه، بس كانت الاول كان عندي مشكله في الميه لان نسبه الملوحه كان عندي كبير عاليه، فكانت نسبه الملوحه واصله معايا 3000، دي كانت بتخسرني كتير لان الملوحه عاليه والارض لسه عاوزه شغل، دي كانت يعني كانت عامله معايا مشكله. لما عملت بير تاني وبوسع الطاقه اللات الشمسيه وبلقيت نسبه الملوحه قلت عندي في البير التاني اللي اقل من 2000 اللي انت عملته، اللي عملته البير التاني حظك حلو 2000 دي، ده فمتراوح معايا من 1500 ل 2000. ده عمقه قد ايه البير ال 2000 ده؟ عمق تقريبا 60 متر. وش الميه على قد ايه؟ وش المتر على 3 متر ويعني بنتكلم في 13 متر بالكامل. وش المتر تقريبا 13 متر بالكامل. انا شايف عندك هنا في خليط اقول تسمين وفيه هولشتاين، هولشتاين يستحمل معاك هنا؟ الهولشتاين بالتحويل معاه والاستحمال درجة الحرارة هنا بيستحمل معاه أكتر من الخليط كمان. معقول؟ وبيدي معاه في التحويل نسبة عالية كمان ما شاء الله يعني. أنت قلت لي أنت كنت عامل أول مشروع تسمين، فدي ولدات التسمين اللي كانت عندك. دي ولاد الجزء اللي ورا ده اللي هو فيه حوالي تقريبا دول حوالي 10 أو 12 واحد، والجزء ده برضو ولادة الهولشتاين نفسها. كنت جايب هنا كم واحدة؟ كنت جايب حوالي 13 راس هولشتاين حليب، وكنت بلقحهم طبعا تلقيح صناعي وصناعي وما شاء الله عليهم، بس طبعا الموضوع اللبن اللي لقيته مش جازف معايا هنا بسبب بعد المسافة بيننا وبين القاهرة، فكان بيخسر معايا. بتعتمد على تسمينهم في ايه؟ بعتلم على البرسيم الحجازي. أيوة. اللي هو الامريكي الحشيش بيدي معايا في الارض، بيدي معايا في الارض تمام، وموجود بره وتشوف حضرتك بنفسك على اللي هو البير التاني، على البير التاني اللي هو 2000 على الاقل من 2000، وعلى الحشيش اللي هي البلو بانك، وطبعا بشتري بقى اللي هي الرده الكزب، وبشتري كمان الشيشه والكلام ده، بس انا عندي كمان الشعير هنا بعتمد عليه للتسمين، والارض ما شاء الله بتديني شعير كويس جدا، فبتديني حاجات كتير مساعدين ان انا اشتغل تسمين كويس. يعني انت مركز هنا مركز على التسمين، تتحمل الملوحه عشان تاكل التسمين بتاعك. التسمين بتاعي الدوره بتاعتي. طب العجل ده بيستحمل ميه 2000؟ لا انا عندي هنا محطه تحليه، بس ورا حضرتك في خزانات ماء، عامل محطه تحليه كامل عشان العجول
مياه عذبه، وفي نفس الوقت انا عندي عمال وعندي ناس قاعده هنا وفي لازم بيت توفر لهم مياه شرب. بالظبط، فموفر مياه شرب صحيه تحليه نظيفه. قوتها قد ايه المحطه دي؟ بتديني 8 متر في الساعه. شايفك بتضاعف الطاقه الشمسيه بتاعتك. بضاعف الطاقه الشمسيه لان هنا موضوع ان انت تشتغل بمكن او مولدات او الجاز غالي جدا، فبيعمل تكلفه عند عاليه. الطاقه الشمسيه بتوفر معايا الجاز، بتوفر معايا السولار باستمرار، وبتديني طبعا قوه اقدر يعني اغطي المساحه بالكامل. يعني الطاقه الشمسيه دلوقتي انا عندي 20 وازودها كمان 40 تبقى 60. ال 60 دول هيغذوا لي ال 50 فدان بالكامل، ما يخلونيش احتاج لسولار تاني. التاجر بيجي لك هنا عشان يشيل عجوله ولا بيسوي؟ التاجر بيجي بنفسه، يجي هنا وبيجي بعربيته ودريف المصري والطرق معمول زي ما انت شفت بره المداء، بتمشي بعربيتك عادي جدا، وبيجي بيتفق وبيحمل وبيطلع من هنا. مش حد بيتامر عليك يقول لك 57 النهارده سعر الكيلو؟ لا انا هاخده عشان المشوار 55. لا لا ما هو مش انت النهارده لو بتاخد التاجر اللي بيجي ما بياخدش حته واحده او حتتين زي ما بيقولوا بالبلدي او راس او رصين، بيحمل ما شاء الله العربيه بياخد معاه بال 10 15 راس عشان يشيل التكلفة بتاعت النقل. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يكشف معاناة مزارع الزيتون في المغرة من ارتفاع ملوحة مياه الآبار الجوفية، حيث تصل في أرض المهندس ضياء مرعي الذي يزرع 2000 فدان إلى 7000 جزء في المليون، والمزارع علاء الصاوي يعاني تقزم الأشجار، ومحمود فوزي لم يزرع سوى 100 فدان. تشاهدون الآن فريق الجدعان يكشف معاناة مزارع الزيتون في المغرة من ارتفاع ملوحة مياه الآبار الجوفية، حيث تصل في أرض المهندس ضياء مرعي الذي يزرع 2000 فدان إلى 7000 جزء في المليون، والمزارع علاء الصاوي يعاني تقزم الأشجار، ومحمود فوزي لم يزرع سوى 100 فدان. لسه معاكم في منطقة المغرة بالصحراء الغربية، بنتابع جهود تنمية أراضي مشروع 1.5 مليون فدان والحلول لمواجهة ارتفاع ملوحة المية اللي بتبدأ من 3000 جزء في المليون وبتوصل لغاية 11 و 12000 جزء في المليون. دلوقتي هنزور واحد من أفضل مشروعات الزيتون في المغرة، مشروع شركة سكاي تريد بمساحة 2000 فدان، منهم 600 فدان مزروعين فعليا، واللي أسسها المهندس ضياء مرعي وصاحب خبرة كبيرة جدا في زراعة الزيتون. تعالوا نقابله. مهندس ضياء مرعي رئيس شركة سكاي تريد، من زمان جدا وانت بتكلمني ان انا اجي ازور مشروعك في المغرة، صح كده؟ 2000 فدان زرع منهم لغايه النهارده حوالي 600 فدان، صار فوق ال 20 مليون جنيه. الدوله محتاجه 50 مليون جنيه ثمن الارض، صح كده؟ ما استطاعهم على 11 سنه. كل الكلام ده هايل جدا. انت راجل خريج مدرسه وادي فود، ودول ناس متخصصين بتوع زيتون، عشان كده يمكن انت من انجح تجارب الزيتون اللي شفتها لغايه اللحظه دي. ولكن ثمن التجربه ايه بقى؟ عايز افهم منك. تمن التجربة كبير وكتير جدا. احنا هنا من 2012 في الارض في المغرة، طبعا اول ما كانت مدق والصعوبات اللي وصلنا لها واستلمنا الارض يعني بعد المعاناة اللي عانيناها بشكل عام، تخصصت الارض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في 2018 اشتغلنا، اتصلحت مع الريف المصري، صح كده؟ كل الارض 11 سنة والحمد لله تخصصت الارض، تقنين وضع يد واستثمار على كامل الفدان بقى تصالح 23 23 غير غير الفايده اللي بتنضاف على سنوات السداد. انت كمان اعرف ان حضرتك راجل من المصدرين لزيتون التخليل. احنا اساسا ما واخدين المزرعه بالاساس عشان نزرع زيتون عشان التصدير. الزيتون هنا للتخليل برضو ولا زيت؟ هو اساسي للتخليل، هو ممكن نزرع زيت طبعا في التوسعات لكن الاساس تخليل، لان احنا كمصر عندنا بوتنشال عالي، عندنا فرصه كبيره جدا على مستوى العالم ان احنا نبقى من الدول الاولى على مستوى العالم في زيتون المائده مش في زيت الزيتون. زيت الزيتون ليه فرصنا قليله؟ مش قليلة، التكلفة عندنا مختلفة عن أسبانيا، وأسبانيا سبقنا بكتير في الموضوع، بس هي برضو موجود طبعا، الفرصة موجودة في كل الأحوال. على فكرة المهندس ضياء مرعي عمل تجربة لزراعة بنجر السكر في أرضه، زرع خطوط بالمية المالحة وخط بمياه عذبة من محطة التحلية، والزراعة في نفس اليوم وبنفس المعاملة وفي نفس التربة، وطبعا الفرق واضح في الحجم، المية العذبة الثمرة ضخمة والمياه المالحة تقريبا مفيش ثمرة بنجر. حضرتك قلت لي رقم انا استغربت شويه، 20 مليون جنيه صرفتهم في اعمال الاستصلاح
لغايه لما الشجره بقى شكلها كده النهارده. مظبوط صح كده؟ مظبوط. ليه؟ مش كتير قوي عارف الملح ده. ملوحه الميه رقم واحد. آه. طبعا كان بيقابلنا مشكله الرياح والحاجات دي قبل كده، لكن كل ده مقدور عليه. يعني كل المشاكل مقدور عليها، لكن المشكله الاساسيه اللي بتطرقنا وعملنا مشاكل بشكل عنيف حتى في حجم الشجره، حجم الشجره اللي قدامك ده مش حجمها الطبيعي. يا عمرها قد ايه؟ ده عمرها 4 سنين. يعني النهارده من 2018 احنا 2.5-3 احنا زارعين فعلا من قبل 2018 عشان التقنين ووضع اليد، لان ده وضع يد غير الاستثمار، واستلمنا الرسمي 2018. فالنهارده الشجره دي عمرها معدي 4 سنوات، ده عمرها الطبيعي 2.5 اللي قدامك دي. صح، انا بقول لحضرتك 2.5-3 بالكتير. غير ان 2.5 عشان اوصل بالشكل ده غير حجم الشجرة، المصاريف اضعاف. لازم تضيف مواد معالجه او مش معالجه تشيل تاثير الملوحه مع الري، ودي الفدان تقريبا بيصرف له في السنه 3000 جنيه تقريبا على 3000 جنيه سنويا. سنويا على ملح فقط، ملوحه فقط. يعني التسميد بقى والمغذيات. لا التسميد ده قصه تانية. التسميد والحمد لله الطاقه الشمسيه عملناها دلوقتي، كان السولار والحاجات دي تخلصنا منها. الطاقه الشمسيه موجوده دلوقتي، تكلفتها كانت عاليه شويه لكن برضو هي في الاخر افضل. بعد المشاكل دي كلها كل المشاكل دي سهله، يعني مش سهله بمعنى سهله، مقدور عليها زي ما بيقول. لان في الاخر النتيجه بتاعه الخوف بقى من الانتاج الزراعي. احنا النهارده بنزرع عشان ننتج، انا مش بزرع عشان اعمل شجر شكلها كويس، انا بزرع شجر عشان اخد منها زيتون. صحيح. طب انا نجحت خليت شكلها كويس، عمر 2.5 هي 4 اوكي، يعني بعد يعني هتبقى 5-3.5، يعني المفروض السنه الجايه اخد انتاج زراعي من الشجره بنسبه 70% على الاقل. ده المفروض. بالمشاكل الملوحه اللي موجوده، لا مش هنوصل للكلام ده خالص. يعني مشاكل الملوحه اللي موجوده تعيق الملح النهارده، مش بيعيق نمو الشجره، عشان الناس دايما بتصور وتهتم بشكل الشجره خلاص انا عملت لك شكل شجره كويس كويس، وبعدين طب انت شايف المستقبل هنا ازاي لو استمر الوضع كده؟ ان انت بتحارب وعمال تحط فلوس وتعالج كيماويات والشجره بتطلع في الاخر بتديك 10 كيلو، 5 سنين مش هتلاقي حد في المغرى. لو احنا هنستنى كده بالشكل ده، يعني انا حتى ما نفسي طويل ماشي هستحمل كمان 1-3-4-5 وبعدين. يعني لو 5 سنين والوضع تنى على كده، انت ممكن تيجي 5 سنين لو الدوله ما اتدخلتش وما بقاش في حلول جذريه لموضوع الميه وميه عذبه وترعى زي ما دخل مشروع مستقبل مصر، ترعى ميه مخلوطه، عايزين ميه تيجي تتخلط بالماء المالح ده، اي حتى الميه المتحليه وسيبنا نتصرف، مالكش دعوه اخلطها بقى، انا هتصرف، يقول لي حصتك كذا ووضعك كذا ودخل لي ميه عذبه حد هنا. المهندس طارق الربيع مدير مزارع المهندس ضياء مرعي بمنطقه المغرى، صاحب تجربه كبيره في زراعه الزيتون في مصر وتحديدا في منطقه سيوة، ورغم المعاناه من ملوحه الميه في المغرى الا انه نجح الى حد كبير في تصميم شجره جيده، ولكن التكلفه باهظة فعلا. مش مهندس طارق الربيع، لازم اعرفك للناس، حضرتك سنوات طويلة جدا بتشتغل في سيوة، زارع مساحات ضخمة جدا من الزيتون، وكل خبراتك جيت هنا مع المهندس ضياء مرعي عشان تقدروا تحولوا المغرى لواحة من واحات الزيتون. تمام كده؟ عاملين شجرة حلوة قوي، ولكن الرقم اللي انا مستغربه جدا ان احنا بنستخدم كيماويات بحوالي 3000 جنيه للفدان عشان نتغلب على ملوحة المية. ايه اللي بيحصل؟ فهمني المواد دي. يعني المواد اللي بنحطها مواد مختلفة، من ضمنها مثلا حاجة تدخل تحيد عنصر الصوديوم مثلا. البي اتش بتاع التربة بيختلف، فلازم تظبط البي اتش بتاع التربة عشان النبات يقدر يمتص العناصر اللي موجودة في التربة. طبعا الكيماويات دي بتبقى مكلفة، وبنحطها للتربة بصفة دورية، فبتكلفنا طبعا كتير جدا على مدار السنة، حوالي 3000 جنيه تقريبا زي ما قلت لحضرتك. ما بتسيبش اي اثر في الثمار؟ يعني ما بتعملش اي الملوحة مش هتسيب اثر في الثمار. لا، المواد اللي احنا بنحطها ما تأثرش على حجم الثمرة، ما تأثرش على طعمها، ما تأثرش على اي حاجة. لا، هي بس بتشتغل على المية. ايوه. شجرة زي دي مفروض ان هي مزروعة من 4 سنين وزيادة وشكلها 2.5-3. طيب هنفضل كده دايما؟ السن بتاعنا متأخر ودي مصاريف زيادة علينا. هنفضل كده طبعا اكيد، يعني لما تبقى 6 سنين هتديني شجرة عمرها 4 سنين مش 6 سنين. انا المفترض اخد انتاج كامل بعد 6 سنين، فلما الشجره هتوصل لست سنين هتبقى لسه 4، عشان توصل للستة مثلا هنبقى وصلنا ل8-9 سنين عشان نبدا ناخد الانتاج المظبوط منها. فدي تكلفه زياده. فتكلفه زياده طبعا. طب انت دلوقتي يعني المواد الكيماويه دي بتعزل الصوديوم اللي هو الملح. ايوه. تمام، بيروح فين؟ ما هو بيفضل في التربه ده، ممكن يبوظ لك التربه. موجود، بس موجود في صوره تانية.
المشكلة بقى الأساسية هتحصل اللي معظم الناس اللي في المغرى ما خدوش بالهم منها في البداية، بتحصل لما يحصل مطر. ليه؟ لأن أنا طول ما أنا بروي الملح بيتراكم على أطراف الشجرة، يجي يحصل مطرة اللي يحصل المية ترد الملح على الشجرة تاني، تلاقي الشجرة بالكامل شلت نشفت. طبعا هم يعني في البداية ما خدوش بالهم من الجزئية دي، الناس اللي زرعت هنا في الأول. اللي يحصل أول ما يحصل مطرة يقول لك الحمد لله أنا كده خلاص الشجر شرب. لا بالعكس، ده بمجرد من المطرة ما تبطل بنبدأ نروي تاني عشان نرجع الملح في نفس مكانه اللي كان موجود فيه الأول، عشان ما يأثرش على الشجرة ويموتها بالكامل. يعني ما نفرحش أول المطر؟ لا ما نفرحش، لا المطرة هنا كوارث ما نفرحش فيه، لأن الملح بتقول بيتراكم فين؟ على حواف البلل من بره. على حواف البلل من بره كده بيتراكم، بيعمل دايرة حوالين الشجرة، بمجرد ما نبدأ ري، بمجرد ما الدنيا تشتي بيرجع على جوه على طول. الكفاح مستمر؟ مستمر مستمر إن شاء الله. زي ما أنا يعني بقوله على لسانكو، عايزين مياه حلوة للمكان ده. والمكان ده من وجهة نظرك كراجل مزارع زيتون قديم، المكان ده وضعه ايه؟ المكان ده ممتاز جدا 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 للزيتون. الزيتون بيحتاج حاجة أساسية، درجة برودة في الشتاء عالية. كل ما زادت ساعات البرودة في الشتاء كل ما اداني إنتاج زيادة، كل ما دفع الشجرة للإثمار. الكلام ده موجود في المغرى، موجود في سيوة، مش موجود في حتت كتير. فالمغرى مكان مثالي للزيتون. ضيف لي كده إن احنا لما زرعنا الزيتون وعصرنا البشار بتاعتنا ادت نسبة زيت عالية جدا مش موجودة في مصر كلها. فعلا كام بقى بالمية؟ انا البيكوال مثلا لما عصرته في سيوة كان بيديني في حدود 13%، هنا المتوسط بتاعه ما يعديش 15% ابدا، هنا اداني حوالي 25%. 25% ليه؟ لان المكان مناسب للزيتون. طبعا طبعا، لو الظروف اتهيأت المكان ده ممكن ينقل مصر نقلة تانية في الزيتون. اتنقلنا في منطقة المغرى لمشروع زراعي واخد ارضه من قلب شركة الريف المصري. المساحة بالكامل 230 فدان مزروعة بأشجار الزيتون من أصناف البيكوال والمانزانيلو والكوروناكي. تعالوا نقابل علاء الصاوي مدير مزرعة الزيتون. أنت هنا مؤتمن على قطعة مساحتها 230 فدان ومعك حوالي 5 مساعدين، صح كده؟ تمام. المساحة بالكامل مزروعة بالزيتون، أصنافنا إيه بقى هنا؟ كورناكا، كورناكي، مانزانيلو، بيكوال. بيكوال مركز على اصناف الزيت ولا مركز على اصناف التخليل؟ لا الزيت، اصناف الزيت مطلوبه الفتره اللي جايه دي جدا. تمام. اصناف الزيت تبقى عندنا. طيب المساحه كلها مزروعه زيت؟ المساحه كلها، المساحه مزروعه كلها زيت. طيب عايز اعرف بقى بدانا ازاي هنا؟ انتم متعاقدين مع الريف المصري وخدنا قطعه رسميه من الدوله، اشتغلنا عليها ازاي؟ والله اشتغلنا، جبنا جرارات والحفارات واشتغلنا زي ما انت حضرتك شايف كده. الشتلات دي منين؟ الشتلات دي من الجيزة. من الجيزة؟ من الجيزة. مشتل معروف وموثوق منه؟ مشتل موثوق منه عشان ما نزرعش زيتون يطلع لنا نخيل. لا ده مشتل موثوق منه. طيب عندك النهارده مشكلتين في الارض. صح زي ما انت وريتني كده، الحديد والميه مالحه. من 3000 ونص ل 4000 صح كده؟ وعندك حديد، ده بتعمل معاه ايه وده بتعمل معاه ايه؟ الحديد ده اللي هو تسليك الخراطيم والحاجات ديت، بنحط له حامض كبريتي في الري بيسلك الشبكه. بيسلك الشبكه. تمام، عشان نفضل وبرده نعدي عشان نطمن انها النقاط مظبوط، النقاط وصل للشجر، ما نزلت للشجر كده. تمام ماشي. بالنسبه للملوحه بنحط لها معالج ملوحه، معالج كل شهر. انا شايف ان انت بتقول لي ان الشجره دي عمرها سنه وثمان شهور. تمام. لا الملوحه معجزه معاك الشجره. ده قفلها يا بيخا. صح قفلها. طيب ليه ما نحاولش نفكر ازاي نتغلب على ان الشجر بيعجز والشجر بينشف زي ما انت وريتني؟ هنتعامل معاه ازاي؟ والله اللي بنقدر عليه ان احنا بنحط كبريت نحاس والمعالج دي، ده اللي المهندسين بيجوا يقولوا لنا اعملوه كده. ده اللي احنا بنعجز فيه. انت راجل من معلمين الزيتون تعمل ايه؟ لو جالك ميه حلوه هنا وانت راجل من معلمين الزيتون لو جالي الميه حلوه على المكان هنا كده ما شاء الله، السنه الجايه لو جت الميه السنه دي هنا السنه الجايه يكون عندي احلى بشاير. طب انتوا هنا نسيلك عنده تحت اوريك عايشين هنا عشان نجي لكم، بس احنا ماشيين بتاع 18 كيلو جوه الصحراء. تمام. من الطريق الرئيسي. طيب فين محطه الميه بتاعتك؟ البير بتاعك؟ البير البير اللي هو هناك اللي هو متحوض ده. اللي طيب هو هناك ده في محطه تشربوا منها؟ لا احنا بنجيب الميه من فوق، نشتري ميه من فوق من محطه التحليه، محطه التحليه بتاعت شركه الريف المصري. ايوه على بعد 25 كيلو بنجيب. تمشي 25 كيلو عشان 25 كيلو عربيه بتاخد لها 300 جنيه على ما تجيب لنا تنكم ميه وتيجي. وهنا البير عندك على عمق قد ايه؟ البير هنا على عمق 128 128 متر. وش المايه على بعد قد ايه؟ وش المايه على حوالي 40. من ساعه ما طلعت المايه وهي 4000 بتزيد وبتقل، بتزيد وبتقل. يعني يوم ما تقل بتقل لها 500، ويوم ما ترفع بال1000 ونص.
بترفع ولسه في الصيف هترفع كمان اكتر. فوقفنا كنا لما نشوف الدنيا في ايه الزيتون مش راضي ينتج معانا للدرجه اللي هي كله فلوس كله مصاريف. محمود فوزي من المستفيدين من اراضي مشروع 1.5 مليون فدان بمنطقه المغره. هو بالمناسبه زرع 100 فدان بالزيتون برضه من اجمالي 230 فدان بتمثل مساحه القطعه اللي فاز بيها هو وعشر مساهمين، وكمان خد من وزاره الزراعه حوالي 5000 شتلة زيتون. باشمهندس محمود فوزي، حضرتك خدت مساحة 230 فدان، حضرتك مهندس ميكانيكا صح كده؟ تمام فندم. بقالك 3 سنين. تمام فندم. عملنا ايه؟ عملنا ايه حضرتك؟ أول حاجة يعني استقرينا بنينا البيت. بعد كده عملنا بيت، أنت عامل 10 غرف. 10 غرف داخل البيت الحمد لله عشان يكفوا كل الشركاء معنا. وبعد كده حضرتك عملنا البير. وبعد البير الطاقة الشمسية، لأن دي من وسائل الحديثة للري أو الكهرباء اللي هي مش مكلفة زي الديزل أو غيره. وانتظرنا حضرتك فترة على أن نأهل الأرض وأن نستزرعها. فالحقيقة احتاجنا قرض من البنك الأهلي فرع العالمين، ناس ما تأخروش عننا، ولما قدمنا الطلب والأوراق فحصوها كويس جدا في حدود حوالي 4 شهور أو 5 شهور، وأمدونا بمبلغ مبدئي 724 ألف اللي بيقدرنا ان احنا نزرع. وطبعا الزراعة دي بيلزمها مقومات، عاوزة كومبوست وعاوزة كيماويات وعاوزة عمال تشتغل وعاوزة شبكة أرضية، وده أهم ما في الموضوع. سيادتك عملنا الشبكة الأرضية دي في حوالي 3 شهور بمساحة 100 فدان. الريف المصري مشكورا بقيادة اللواء عمرو وتوجيهات القيادة السياسية، أمدونا بمزروعات اللي هي الزيتون وجاري النخل، أنواع النخيل. انت كنت عايز تزرع حاجة تانية ولا كنت عايز ازرع نخيل جنب الزيتون؟ وان شاء الله في الخطة هيمدونا بالنخيل بأنواعه 2 أو 3 أنواع. أصناف الزيتون اللي انت خدتها ايه؟ أصناف الزيتون حضرتك خدنا 5 أصناف زيتون، 4 من الريف المصري واستعوضنا 1 من بره. اللي هم ايه الأصناف؟ اللي هم بيكوالد ومنزريلو وكوريتينا وكوريتاج. تعمل حوالي كم عود في الفدان؟ حوالي 130-135 عود في الفدان. نعم. عندك هنا مشكلتين في الأرض، مية مالحة وفيها حديد، بتعمل معها ازاي؟ بتعامل معها حضرتك بالمرسبات بتاعة الملح، بضيف إضافات، وفي نفس الوقت يعني المية عندنا بدأت تبقى معقولة. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يرصد افتتاح الوحدة الصحية الأولى بالمغرة في منطقة الخدمات بعمق الصحراء الغربية، والتي تضم نقطة شرطة وفرع للبنك الزراعي المصري ومكتب للإرشاد الزراعي ومبنى لشركة الريف المصري الجديد. كما يلتقي محمود العسقلاني أمين عام جمعية مزارعي المغرة. تشاهدون الآن فريق الجدعان يرصد افتتاح الوحدة الصحية الأولى بالمغرة في منطقة الخدمات بعمق الصحراء الغربية، والتي تضم نقطة شرطة وفرع للبنك الزراعي المصري ومكتب للإرشاد الزراعي ومبنى لشركة الريف المصري الجديد. كما يلتقي محمود العسقلاني أمين عام جمعية مزارعي المغرة. على فكرة الوحدة الصحية اشتغلت في المغرة، وده حدث جلل، ومكانها منطقة الخدمات العظيمة وفيها الطوارئ 24 ساعة، ويوميا بينتدب ليها طبيب من مطروح. تعالوا نقابل الدكتور محمد هاشم مدير الإدارة الصحية في العالمين. دكتور محمد هاشم مدير الإدارة الصحية في العالمين، أولا مبروك على الوحدة الجديدة. الله يبارك في حضرتك يا فندم. يعني محتاجينكم من سنين طويلة جدا في المغرى. هو فعلا كان في احتياج، والوزيرة وجهت جدا للموضوع دوت، وأول لما الفرش جاء احنا توجهنا على طول، وبدأ العمل فعلا من حوالي 2 أسبوع في هنا. طاقم طبي متكامل من أطباء بشريين لتمريض لصيادلة لإداريين لعمال، كل الفئات متواجده، والاسعاف كمان هيئه الاسعاف وفرت مسعفين 24 ساعه على مدار اليوم. فيعني الحمد لله بدانا من حوالي 2 أسبوع. حاجات جات لنا هنا، في حالات جات لنا هنا الفرش الطبي وغير الطبي. اول لما في حالات جات لنا هنا،
في حالات جت فعلا وتسجلت وتم تسجيلها وبعت بيها صور كمان للوزاره. بنتحرك بيها على فين بقى؟ الحالات هنا بيتم علاجها هنا، الا لو في حاله محتاجه ان هي تتحول على المستشفيات مثلا، لان هي اكبر من مستوى الدكاتره اللي في الوحدات الصحيه ومحتاجه ان هي اخصائيين او استشاريين، فدي بتتحول على مستشفى العالمين حوالي 130 كيلو من هنا، عربيه الاسعاف بتاخدها وبتتحرك بيها. وبيتم الاختيار هناك عشان يستقبلوا الناس. وبيتم الاختيار هناك باللاسلكي الاسعاف. عندنا ايه بقى تخصصات ايه؟ هو تخصص دكتور التكليف ودكتور بطنة وبس، دول المتواجدين هنا مع التمريض والصيادلة والأسنان والمعمل والإداريين والعمال. يعني هنا مثلا الأسنان موجود، الرمد موجود. الرمد كده؟ لا مفيش رمد، هو الوحدة الصحية هنا بتبقى بطنة وتكليف. مستقبلا عايزين الكلام ده موجود. تمام، ده بإذن الله. يعني هنا منطقة 270 ألف فدان فيها ألاف العمالة. المنطقة بتتبنى واحدة في واحدة. كان لسه حتى اللي هو أيمن متواجد معانا هنا مساعد مدير المشروع، وقال إن المنطقة يعني كمستقبلا هي دي مستقبل البلد. يعني الصيدلية اللي موجودة هنا تشتمل على ايه؟ تشتمل على ادويه ومضادات حيويه، مسكنات، حقن برضو كمسكنات ومضادات حيويه، حاجات للمغص، ادويه للاسهال، فيتامينات، محاليل، كانيولات، كل يعني وكريمات ومراهم، حاجات للفطريات، كل الادويه اللي متواجده في اي صيدليه حكوميه ومتواجده فيها هنا. لا قدر الله لو حد تعرض للسعه عقرب. وفي كمان هنا امصال يعني في امصال تيتانوس وعقرب وتعبان، بحيث ان لان برضو متوفره هنا. متوفره لبعد المسافه طبعا من العالمين، لان احنا يعني مش هينفع حد يتعرض لقرصة عقرب او تعبان. 130 كيلو يبقى خلاص راح مننا. ده كده فكله متوفر هنا. يعني من دكتورة هيلة ودكتورة هيلة زي طبعا وزارة الصحة اشرت على الموضوع دوت، ودكتور احمد البلتاجي اشر عليه، والحاجة توفرت كلها. في الوحدة الصحية في المغرة كانت موجودة الدكتورة هبة طارق طبيب التكليف، وطبعا وجودها مهم جدا عشان سيدات المغرة. دكتورة هبة طارق، حضرتك طبيب التكليف، يعني اشكرك على تواجدك هنا بجد. يعني اكيد المشوار كبير جدا عشان نيجي من العالمين لغاية هنا، صح؟ تم ترشيحك ازاي؟ شغلنا بيتم هنا ازاي؟ هو هنا كنا محتاجين دايما يبقى في على الاقل يوم او يومين في الاسبوع يبقى في دكتوره ست، عشان الاسر هنا للتقاليد بتاعتهم يعني هيبقوا محتاجين ست اكتر، وبرده عشان الاطفال. بيجيلك هنا اطفال وسيدات؟ بيجيلنا هنا النهارده. الحياه بدات في المغرى يعني. تمام. وفي اسر هنا كان في اطفال النهارده، كان احنا الكشوفات عندنا اساسيه شويه، بس بنقدر نساعدهم يعني على مبدئيا كده. ان شاء الله هيبقى في حاجات تانية في الفتره اللي جايه، بس في سيدات جت هنا. تمام. دي يجيبوك من العالمين ويسيبوكي، ولا في عربيه بتستناك تجيبك من العالمين؟ لا ياخدوني وبيوصلوني واخدين بالهم مني. يعني الدنيا صعبه شويه بس بيساعدوك. بس ماشيه تمام. الكاتب الصحفي محمود العسقلاني امين عام جمعيه مزارع المغرى حافظ على المغرى ودروبها وعاش تجربتها كامله. ركزوا معاه استاذ محمود. بحب لما اتكلم معاك نتكلم بشكل عام عن المغرى. تمام، انت راجل قريب من جميع الناس اللي بتزرع هنا. هنا مشروع في بنية أساسية كبيرة جدا، طريق محترم جدا، مناطق خدمات، إدارة واعية للمشروع، شركة الريف المصري فهمة أهمية هذا المشروع. 280 ألف فدان في منطقة المغرى، كناش نحلم بهذه الخدمات لهذه المناطق. إيه اللي ناقصنا؟ الحقيقة اللي ناقصنا المية. قولا واحدا، إذا أنت عملت كل اللي أنت شايفه ده، كل الخضار والعمار ده، بدون المية العذبة ومية مالحة وشديدة الملوحة، ده معناه ان انت عملت اعجاز زي ما بيقول علم الزراعة. اي حد بيشتغل في الزراعة وانت استاذنا يعرف كويس جدا ان اللي يشتغل في الاجواء دي في الظروف دي، سواء كان في ملوحة المية، الصحراء الوعرة قبل ما الطريق يتعمل، النهاردة انت بتتكلم على بنية لمدينة زراعية كبيرة، ظهير مدينة العالمين. أنا شايفها كده. أنت ظهير مدينة العالمين، والأهم أن أنت استفدت بشبكة الطرق العبقرية. يعني الناس اللي دايما تتكلم يا أستاذ محمد إحنا خدنا إيه من الطرق، لا أنت خدت. أنا موجود هنا النهاردة دير. بسهولة طبعا وبدون عسر وبدون مشاكل. أنا داخل، أنا كنا بندخل نص ساعة المدى ده كنا بناخده في أربع ساعات. أنت كنت بتاخد أربع ساعات وخمس ساعات. صحيح. ونقعد نتخبط أنا في مرة اتعورت في دماغي وأنا داخل المكان. أنت شفت الشقة وشفت التعب وشفت النعيم اللي انت كنت داخل فيه. اذا انت عملت كل الكلام ده بهذه الجودة بالمية المالحة، اتصور انه لو دخلت المية العذبة انت هتبقى في السماء. المنطقة دي هتبقى واحدة من اهم المناطق اللي تصدر للخارج. وانا بقول لحضرتك بامانة وصدق، اللي انت شفته النهاردة ده تمام، الانتاج الحيواني اللي كان موجود، الانتاج الداجني، الانتاج النحل، الزرع اللي موجود ده، اللهم صل على النبي. انا بكلمك وانا واكل لسه حالا بصل مسكر طعمه زي السكر.
من ارض المغرى هنا. انا بقول برضه في بصل. انت شامم ريحه. انا بامانه لقيت نفسي مستمتع بالاكل. الثمره حلوه من الاخر. انت امام معضله كبيره اسمها الميه. الخلاصه وجه المغرى بيتغير تماما. طرق وخدمات وتيسيرات ومحطات تحليه وورش ونقطه شرطه واسعاف ووحده صحيه ومزارع وبشر رايحه وبشر جايه. يعني قصه نجاح المغرى بتكتمل، وخصوصا مع نشأة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي. فاضل المية العذبة، ويبقى حققنا التنمية المستدامة لمساحة 280 ألف فدان. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي حلقة النهاردة أتحدث أيضا عن المغرى. عندنا ثلاث نقاط هامة جدا. أول حاجة، أنا عايز أقول رسالة لأهلنا في المغرى. أنتوا فزتوا بمساحة 280 ألف فدان ضمن خطة مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان. دي الأراضي اللي بتتصرف فيها شركة الريف المصري. اتعمل لحضراتكم بنية أساسية عظيمة، طرق، خدمات، حاجات كتيرة جدا لم نكن نحلم بها في مناطق المغرى. فاضل حاجة بسيطة جدا، وهي وصول المياه العذبة إلى هذا المشروع. الحق يقال، شركة الريف المصري بتبذل جهود كبيرة جدا حتى تصل بهذه المنطقة إلى واحدة من المناطق الواعدة في مشروع 1.5 مليون فدان. هناك في بنية أساسية عظيمة جدا اتنفذت على مدى 4 ولا 5 سنين، وبالتالي مش معقول بعد هذا المجهود و280 ألف فدان وكم العمالة اللي راحت في منطقة المغرى وبعد كده هنسبها. هذه المنطقة لها العديد من الحلول، وفي مقترحات عملتها شركة الريف المصري وستقدم إلى الجهات التي يمكن أن تسمح بوصول المياه العذبة إلى مشروع المغرى، وبلا جدال سيتم إقرار إحدى هذه المقترحات. كمان في حاجة مهمة جدا عايز أقولها للناس اللي عايزة تدخل مشروع 1.5 مليون فدان. في بعض المساحات شركة الريف المصري الجديد رجعتها لأنها كانت لا تصلح للزراعة، تم استبدالها ب 650 ألف فدان جديدة. قريبا جدا ستطرح للاستثمار الزراعي الجاد سواء أفراد أو شركات. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم أن هذه المساحات منتقاة من حوالي 1.850 مليون ألف فدان. يعني شركة الريف المصري أجرت اختبارات أراضي ومياه لمساحات تقترب من 1.8 مليون ألف فدان، واختارت فقط 650 ألف فدان. تالت حاجة ودي مهمة جدا، ما فيش بعد كده أرض هتطرح من خلال شركة الريف المصري إلا مكتملة البنية الأساسية. لن يتكرر ما حدث في المنيا أو ما حدث في منطقة المغرى أو في معظم مناطق المشروع. بعد كده أي منطقة تطرح ستطرح ببنيتها الأساسية. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا الأسبوع المقبل أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء الناس 2 وبرنامجكم الجدعان.